السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عايز اضيف ترقيم لكل الصفحات، تمام؟ فعشان الترقيم يبقى في كل الصفحات يبقى تلقائيا اروح لفيو واروح لسلايد ماستر. سلايد ماستر دي الشرائح الرئيسية، هاجي هنا في اول واحدة. اول واحدة دي اللي تحتيها كل الشرائح، يعني لما اعدل فيها هيتعدل في كل، تمام؟ وهاجي اقول له مثلا انا عايز احط حاجة هنا، تمام؟ هقول له انسرت واقول له تكست بوكس مثلا اهوت. طبعا انت ممكن تقول له حط في الفوتر، بس خلينا نحطها هنا في تكست بوكس مثلا اهو، تمام؟ وهنخلي مثلا الفونت باللون الابيض، واقول له في الانسرت انا عايز احط سلايد ماستر بالشكل دوت. تقدر تقول له حط لي الداتا اند تايم، تقدر تقول له انا عايز اعدل في الهيدر اند فوتر، بس هي خلاص احنا عملناها بالسلايد نمبر. هيدر اند فوتر بتقول له بقى انا عايز اعمل سلايد نمبر في الفوتر. في الفوتر انا تقدر تكتب اي كلمه تظهر فيهم كلهم، تمام؟ طيب انا اهم حاجه بالنسبه لي الترقيم اهوت، تمام؟ تقدر تحطه في اي مكان. وبعد كده ترجع لفيو وتقول له انا عايز النورمال بتاعي، فتلاقي الصفحات كلها مترقمه بالشكل دوت.